أقامت الإدارة العامة للمرور حملة توعية مرورية توعوية بالتعاون مع المنظمة العربية للسلامة على الطريق وبالشراكة مع سفراء السلامة على الطريق، وهم مجموعة من الشباب أتوا من مختلف دول العالم ليوصلوا رسالتهم إلى جميع شرائح المجتمع البحريني بالأخص فئة الشباب. فكرة الحملة جاءت نابعة من مبدأ حق الإنسان في الحياة بعيدا عن مخاطر الحوادث المرورية المميتة. بفكر يشابه عقلية الآخر ليكون أقرب إلى الإقناع منه إلى التزمت برأي أحادي الجانب، لا يقبل إلا ما تمليه عليه أهواؤه الشخصية، أهواء طيش شبابي لا يدرك صنوف الأخطار الآتية من شبح السرعة الذي يوجده الاغترار باحترافية النفس المطلقة وإلمامها بجميع مهارات السياقة. واهمة هي بالتأكيد. حملة مرورية توعوية تكفل بإسماع مضمون رسالتها سفراء السلامة على الطريق، وهم عناصر شابة جاءوا من مختلف دول العالم لإيصال أصواتهم إلى مسامع الشباب البحريني الداعية إلى الالتفات لمسببات الحوادث المرورية التي تباغت عالمه على حين غرة. هؤلاء شباب متطوعين من دول العالم، هدفهم هو نشر الوعي والثقافة المرورية للشاب البحريني، حث الشباب على ضرورة التزامهم بالأنظمة والقوانين المرورية، إبعاد الشباب عن شرور الحوادث المميتة والبليغة، تحويل طرقنا وشوارعنا إلى بيئة مرورية آمنة من غير حوادث مرورية. أكثر يعني فئة تسبب الحوادث هم فئة الشباب، فإحنا هدفنا اليوم كدورنا كشباب، لما انت كشاب تروح لشاب راح يتقبل المعلومه منك اكثر من لما يكون كبير بالعمر. نحن هنا اليوم لنوقف خطر حوادث الطرقات المميته عبر منشوراتنا. حوادث السير من المؤكد انها تودي بحياه الكثيرين وخصوصا الشباب. المنظمة العربية للسلامة على الطريق ومنذ نشأتها الأولى عام 99 و900 و1000 سعت إلى تكثيف برامجها المخصصة للتقليل من حوادث الطرقات وتوسيع رقعة الوعي المجتمعي حول مخاطرها التي لا يحمد عقباها. المنظمة العربية للسلامة المرورية هي منظمة غير حكومية وتضم في عضويتها الجمعيات الأهلية غير الحكومية في البلدان العربية التي تقاسمون نفس الأهداف ونفس الرؤى ونفس يعني الهموم، وهو الهم الأكبر وهو الدفاع عن الحق في الحياة أولا. أسباب وقفت خلف تنظيم هذه الحملة من على أرض البحرين لتأتي الأرقام صادمة وتكشف عن تبعات الحوادث السلبية. هناك يعني إرادة سياسية لمزيد يعني تفعيل هذا وتطوير المنظومة المرورية بتقنيات والتكنولوجيا الحديثة من خلال اعتماد منظومة النقل الذكي إلى غير ذلك، لتطوير أداء المرور والمراقبة باستخدام المراقبة الإلكترونية. وعدد مصابي حوادث المرور في العالم ضحايا أكثر من 1,250,000 سنويا، يعني هذا يعتبر كارثة. نقاط هامة تستوطن قوارع الطريق السريع، لافتاتها تضم عناوين التمهل للإهمال بالنفس والجسد. لتلفزيون البحرين، محمد الشادات.